طيب انا عايزه اروح معاك برضو كابتن اسلام للنادي الاهلي، نرجع بقى للنادي الاهلي، واحنا دلوقتي بنتكلم واحنا قاعدين مع حضراتكم دلوقتي، الفريق دلوقتي في الطياره دي لقطات تعتبر حيه لان هي من دقائق قليله جدا جدا، يعني الفريق خلاص بيستعد للمغادره، بكل التوفيق ليهم باذن الله. مهمه برضو مش سهله زي ما كنت بقول في بدايه كلامي، احنا لعبنا شباب لوزداد، مباراه كان البعض بيصفها بالسهله، كان بيتوقع عن نجاح النادي الاهلي بفرق كمان في السكور اللي حصل يعني من نتيجه الى حد ما في التعادل، انت مش راضي عنه كمدير فني مارسيل كولر طلع واتكلم بهذا الشكل. على الصعيد الثاني المدير الفني شباب لوزداد قال لك انا راضي عن اداء اللعيبه بتاعتي، هم فعلا كان ليهم اكتر من يعني فرصه ان هم يحرزوا اهداف، لكن الحمد لله ان هي لم تكلل بالنجاح. يعني هنقول شباب لوزداد وهنقول ميديام الغاني، ايهما الاقرب خلينا نقول في يعني النجاح، النادي الاهلي في النجاح معاهم؟ لا خد بالك انا بطمن اكتر في ماتشات افريقيا اكتر من اكتر من العرب، يعني عارفه الفرق الشمال افريقيا والفرق العربيه دي عندها دايما طموح مختلف معانا، شايفين النادي الاهلي بشكل مختلف، عندهم غيره كبيره جدا تجاه يعني النادي الاهلي. اه طبعا عندهم غيره يعني مقبوله جدا انه بيشوف النادي الاهلي نادي عربي والنادي العربي المتفوق بشكل كبير جدا ونادي القرن الافريقي يبقى نادي عربي، فخد بالك دايما العرب هم بيلعبونا، وخد بالك دي مقبوله جدا، منافسه مقبوله جدا، انه بيحاول يعني يعمل نتيجه ايجابيه قدامك لانه مش ما بيلعبش معاك كتير، ففرصه بالنسبه للفرقه دي لما تلعب قدام النادي الاهلي ان هي تحاول تعمل حاجه كبيره، فبتلاقي دايما المباريات صعبه، يعني تلاقي نمط المباراه مختلف شويه، لكن مباريات النادي الاهلي في امام الفرق الافريقيه انا ما بقلقش فيها قوي، يعني لو احنا حالتنا جيده ما بقلقش فيها قوي، بقلق بس شويه بقى من ظروف الجو، من ظروف الملعب، الضغط الجماهيري شويه، لكن اعتقد ان احنا عندنا من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الامور. وخدي بالك احنا دايما على مدار السنوات الاخيره دايما نتائجنا في المباريات الافريقيه بره ملعبنا مش مكاسب، دايما مش كتير بنكسب، يعني دايما بتلاقيها تعادلات ايجابيه او سلبيه لكن المكاسب بتبقى قليله شويه، فاعتقد ان شاء الله ان احنا يعني باذن الله نستعد للمباراه دي بشكل كويس، يعني ندخل بقى اجواء البطوله المباراه اللي جايه دي. بس قبل الاجواء يعني خلينا نتكلم ما قبل البطوله عشان برضو الساده المتابعين يبقوا عارفين، الرحله من مصر لغانا 9 ساعات، ما هي مش رحله بسيطه ابدا، خاصة انت لسه راجع برضو من سفر، وانا عجبني جدا برضو النقطة اللي عملها كولر في فكرة ان هو اجل شوية السفر عشان يعني تعمل تمرينة واحدة يوم الخميس بالزبط. قبل المباراة عشان الاجهاد برضو للعيبة وغيره، بالتالي دي برضو نقطة ذكية منه. النادي الاهلي خد بالك عشان يعني ما شاء الله يعني صولات وجولات في افريقيا وسفريات كتيرة جدا، يعني هتلاقي مثلا دي المرة مثلا ال 30 للعيبة كتير يروحوا غانا، يعني فهم يروحوها كتير، يعني فهم عندهم من الخبرات الكبيرة طبعا وياما سافرنا كتير، فاعتقد يعني الناحية الإدارية كمان بالأخص تنظيم جيد، اللعيبه تروح بوقت يعني مناسب قبل المباراه، يلحقوا يتمرنوا برده هناك برده تمرينه او حاجه وياخدوا على الاجواء هناك، وزي ما بقول لك المباراه دي فرصه ان هي تدخلنا الاجواء البطوله، لان انا شايف ان احنا برده الفتره الاخيره اللي فيها توقف واللي ما فيهاش مباريات رسميه دي برده احساسيه المباراه يعني برده هناخد وقت لحد ما نرجع لها. يعني طبعا ما هي دي بقى النقطه اللي عايزه اروح ليها شويه، يعني لو احنا اتكلمنا احنا هنقدر بقى نحافظ على الالقاب بتاعتنا، نستعيد الالقاب اللي ضاعت مننا، مهمه جدا ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي كمان. بالظبط وده مهم جدا بالنسبه لنا، وزي ما بقول لك انه ما كانش في دوري الفتره الاخيره وان احنا ما لعبناش مباريات رسميه الفتره الاخيره، ده عشان نكون محضرين نفسنا برده عشان ما نبقاش بنظلم اللعيبه، ده هياخد مننا وقت شويه وهنعطل شويه لحد ما نوصل للبيك بتاعنا، يعني هناخد لنا كام مباراه كده، لكن في النهايه زي ما بقول لك انا براهن دايما على تمسك النادي الاهلي وعلى ادارته الفنيه، كولر مدرب من المدربين الكبار جدا واللي ناجح معانا بشكل كبير جدا، لكن في مرحله محتاجين نوصل لها، مرحله محتاجين نوصل لها ان احنا كل بطوله بنشارك فيها بنكسبها، احنا كده كده مرشحين ده طبيعي، وكده كده بنوصل لادوار بعيده ده طبيعي، لكن محتاجين بقى نبقى بنكسب البطولات ما نسيبش حاجه للظروف يعني. صحيح الحسابات بقى اللي بتتعمل في الاخر دي عايزين نبعد صراحه عنها يعني. مش هقول كم الاصابات بس هقول برضو انت داخل عندك للاسف اصابات وغيابات لبعض اللعيبه يعني لازم والاساسيه اللي لازم تكون موجوده في السكواد بتاعك، بس على كل حال بتشوف ده ممكن يؤثر لاي مدى مع النادي الاهلي؟ يعني ان شاء الله التاثير يبقى بسيط جدا، لان انا واثق في لعيبه النادي الاهلي والبدائل اللي موجوده، وخدي بالك ده قدرنا طول الوقت. وحراسه المرمى يعني. انا عايز اتكلم تحديدا يعني. يعني عارف دي بالاخص هي اللي فيها مشكله يعني اللي فاهم بقى خلاص القصه. بصي اقول لك على حاجه، لو تفتكر فاينل افريقيا لما لعبنا هنا مصطفى شوبير لعب المباراه اللي هنا، والحقيقه كنا قلقانين جدا حاطين ايدينا على قلوبنا يعني، لكن بامانه ثبات انفعالي رائع جدا وقدم مباراه كبيره جدا جدا، خلتني بقى ما بقتش قلقان يعني خلاص بقى يعني هو تصدى 4 أو 5 كرات كانت يعني مؤكده. الحدث نفسه صعب، الحدث نفسه
ان انا بقالي كتير ما بلعبش ومره واحده اتحط في فاينل افريقيا قدام فريق كبير جدا يعني انت متخيل مطالبين ان احنا نكسب البطوله فالحدث نفسه صعب. لكن الامور الفنيه انا مش قلقان منها، لكن في النهايه خلاص يعني اي حد يقدر يلعب واي حد يقدر يشارك. انا عندي ثقه كبيره جدا في مصطفى شوبير، هو واحد من الحراس الواعدين جدا والمتميزين جدا، والحقيقه انا مش قلقان خالص عليه، بالعكس انا بقى محتاج ان احنا ندوله مباريات حتى مش